متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله صباحكم بكل الخير. لا تزال المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي تهطل على إثر زخات من الأمطار غزيرة في بعض الأحيان ورعدية في مختلف مناطق المملكة بإذن الله. بالبداية خلينا نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة فترة الإفطار في العاصمة الرياض، 38 مئوية واحتمال زخات رعدية من الأمطار، الرطوبة 53% وسرعة الرياح 30 كيلومتر في الساعة. كالعادة نستعرض إياكم درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة، ابتداء شمالا وسكاكا نهارا بتسجل 30 ليلا 19، عرعر وتبوك درجة حرارة متقاربة نهارا 32، أما ليلا بتنخفض ل 17 درجة مئوية. ننتقل إلى المناطق الغربية مع المدينة المنورة 39 نهارا 27 ليلا، جدة بين 34 و26، مكة المكرمة بين 38 و26، والطائف بين 27 و17 درجة مئوية. كما نلاحظ هناك أيضا احتمالية لهطول زخات الأمطار رعدية بإذن الله. ننتقل الآن إلى المناطق الجنوبية الغربية وأبها 24-14، الباحة 22-15، جازان بين 35 و29 درجة مئوية بإذن الله، أيضا تتأثر بحال عدم الاستقرار الجوي. المناطق الشرقية والدمام 37-25 احتمالية لهطول زخات من الأمطار الرعدية، حفر الباطن 41-24، والإحساء أيضا 41 نهارا 24 درجة مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله. ننتقل أخيرا إلى المناطق الوسطى مع العاصمة الرياض بين 38 و25، بريدة بين 37-23، وحائل بين 33 درجة مئوية و21 درجة مئوية بتنخفض ليلا بإذن الله. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة، تابعوا باقي تفاصيل نشرات طقس العرب. إلى اللقاء.